النهاردة هنتكلم عن التهاب الأعصاب الطرفية لمريض السكر. أنا في أول الطريق بتاعي لقيت ناس كتير منهم للأسف حتى ناس دكاترة ومثقفين ووصلوا، يعني كان عندهم التهاب أعصاب طرفية وأهملوا عليه ووصلوا للبتر. هما مش أهملوا عليه بصراحة، هو ما كانش فيه علاج للموضوع ده في مصر، علشان كده أنا قررت إن أنا أشتغل فيه واشتغل عليه. عملت فيه رسالة الماجستير وعملت فيه رسالة الدكتوراه علشان نشوف حل. فاكتشفت ان يعني معظم العلاج بتاعه كل الحاجات بتبقى من بره، جبنا الأجهزة بتاعته من أمريكا ولميناهم بقى من أمريكا على إيطاليا، على حاولنا نلم أجهزة علاج التهاب الأعصاب الطرفية. يعني إيه التهاب أعصاب طرفية؟ مشكلة مريض السكر ان هو بيبقى عنده مشكلة في حاجة اسمها المايكرو سيركيليشن. يعني ايه المايكرو سيركيليشن؟ يعني الدورة الدموية الدقيقة بيبقى فيها مشكلة، يعني العصب مش واصل له اشارة. فيبدأ العيان واحدة واحدة، في الاول هيحس بوجع، بعدين هيحس بتنميل، حرقان، تقل، برودة، سخونة، ممكن سخونة على فكرة، تقل كأنه ماشي على رملة. في ناس تقولي انا حاسة اني ماشي على قطن، لحد ما يوصل لمرحلة يقولي انا ممكن وانا ماشي الدكتور الشبشب يتزحلق من رجلي ما احسش بيه. نوصل لمرحله فقدان الاحساس، يبقى ودي بتبقى المرحله الثالثه. يبقى المرحله الاولى بيبقى وجع، بعدين تنميل، تقل، سخونه، بروده، شكشكه، كهرباء. المرحله الثالثه فقدان الاحساس. المرحله الرابعه انه للاسف العيان يتعور ويبدا يدخل في جروح القدم السكري اللي فيها مشكله كبيره جدا. اللي هي ايه مشكله جروح القدم السكري؟ مريض السكر عنده مشكلة في الالتهاب والدورة الدموية الطرفية، فأصلا في مشكلة زي ما قلنا في الدورة الدموية الدقيقة. فيبدأ مريض السكر يبقى مش واصل له دورة دموية للجرح، الجرح ما يتقفلش. بعد ما دخلنا في مرحلة القدم السكري ندخل انه الشرايين الكبيرة كمان ما بقتش الدورة الدموية الدقيقة بس بدأت تتسد، الشرايين الكبيرة كمان بدأت تتسد. نحتاج قسطرة، دعامات، نجحنا او ما نجحناش فيها. لو لا قدر الله القسطره والطعمات بعد ما حصل انسداد كلي ما جابتش نتيجه، بيبقى المرحله اللي بعد كده ان بيحصل جرجرينه وبنوصل للبتر. كده هيبقى عندنا مشكله في اربع حاجات: الشرايين الدقيقه، تمام، الاورده، الاعصاب، طبعا بنقوي العضلات كمان اللي حوالين المكان عشان في مشكله اسمها شاركوت جوينت من ضعف العضلات، لانه السكر بيأثر على اعصاب الاحساس، لو سيبناه شويه بيأثر على اعصاب الحركه. فاعصاب الحركه دي ممكن لما العضلات تضعف تعمل حاجه اسمها شاركوت جوينت، العظم يفك من بعضه. فمهم قوي ان احنا بنقوي العضلات من غير ما نأثر على المفاصل كمان في حاله مريض السكر، وبنشتغل على الاعصاب عشان الاحساس يرجع، بنشتغل ده كله. المهم قبل ما بنشتغل بنعمل ايه؟ بنعمل تقييم للحاله عشان نشوف العيان ده اتحسن قد ايه، لان زي ما قلنا المرض ده خطير جدا، ان هو ممكن لو اهملنا علاجه نتيجه انه الدوره الدمويه ضعيفه مش موصله للاعصاب، فالعيان بدا ما بيحسش. ده كله ممكن زي ما قلنا يوصلنا للمراحل اللي احنا اتكلمنا عنها. فلازم نعمل تقييم للمريض نشوفه ايه قبل وبعد الجلسات. بنشوف الاحساس العميق، نشوف العيان حاسس، حسيت بحاجة؟ هو طبعا العيان ده عنده ايه؟ loss of sensation اللي هو فقدان احساس. نشوف الاحساس، حسيت؟ حس باللمس، حاسس؟ التست ده بحاجه اسمها المونو فيلمنت. يعني ايه مونو فيلمنت؟ ده الجهاز الصغير ده على فكره جهاز امريكي مش موجود هنا خالص. حسيت؟ فين؟ حسيت؟ طيب هو فقط نوع من انواع الاحساس اللي هو الاحساس العميق. الاحساس السطحي هنا لسه موجود، ده هيأثر عليه شويه في الالتزام. وهنبدا نشوف الدوره الدمويه اللي بتغذي الرجل واصله ولا لا عن طريق قياس الدوبلر.
ده النبض، النبض بتاعه زي ما احنا سامعينه. المفروض ان النبض هنا بيبقى اقوى من كده، هو طبعا بيتنت شوية، النبض ضعيف شوية. هنا ده النبض. ممكن احنا بنقيس الشرايين برضو، في شرايين من هنا برضو. سامعين النبض؟ ده بصي تبيل، ده النبض بتاع الشريان تاني. احنا خدنا الشريان الاولاني كريستاليس بيدس ارتري، ودلوقتي بناخد الشريان برضو. دي كلها شرايين بتدي للرجل. طبعا زي ما احنا سامعين صوت النبض موجود بس ضعيف، تمام؟ ده نتيجة طبعا ان الدورة الدموية ضعيفة. احنا بنقيس نسبة الكسور، المفروض عشان نقول مفيش كسور العيان يوصل لحد 75%. لو اقل من 75% بنعمل معاه الجلسات. طبعا احنا بيبقى عندنا طبعا في معظم عيانين السكر بيبقى طبقة الميلين بتاعة العصب كمان بتبقى مش موجودة، فالاجهزة اللي احنا هنشتغل بيها دي هتعمل على ركوع طبقة الميلين. او الجهاز اللي نشتغل بيه ده جهاز اسمه الماير، ده عبارة عن حاجة اسمها مونوكروماتيك انفراريد فوتو انرجي. ده الجهاز ده بيعمل ايه؟ بيزود، ده جهاز امريكي بيزود الدورة الدموية الدقيقة، تمام؟ ليه؟ عشان نوصل دم تاني للأعصاب، فالعيان يحس ميوصلش لمرحلة ايه؟ فقدان الإحساس. طبعا احنا بنشتغل وبننقله على كل اماكن الشرايين اللي موجودة، وبنشغل الجهاز. مدة الجلسة بتبقى من 40 لخمسة واربعين دقيقة، ده الجزء الاولاني. الجلسات على فكرة احنا ممكن نعمل، احنا بنحتاج كورس 12 جلسة، بنحتاج من كورس لحد 3 كورسات على حسب ما هنعيد التقييم تاني ونشوف العيان اتحسن قد ايه. الجلسات بتبقى ممكن نعمل كورس مكثف جلستين في اليوم يخلصوا في اسبوع، ممكن نعمل كورس يوميا يخلصوا على 12 يوم، ممكن نعمل كورس يوم بعد يوم يخلصوا في شهر، على حسب ظروف كلهم صح، على حسب ظروف المريض ايه وامكانيه ان هو يجي يعمل جلسات قد ايه ووقته قد ايه. العيان بيحتاج من كورس بحد اقصى 3 كورسات وبيكون خف خالص، والعلاج بياخد معانا المفروض بعد ما بيعمل جلسات يحافظ على مستوى السكر بتاعه، وتأثير الجلسات ده بيفضل سنتين. العيان مش سنتين على الأقل، مش محتاج يعمل فيهم حاجة، وبيبقى حمل رجليه من البتر، بس طبعا بشرط ان هو يحافظ على سكر. احنا كده عالجنا الشرايين، محتاجين نزود الدورة الدموية اللي رايحة للأوردة. نعمل اوبريشن ثيرابي، ده عشان علاج الدورة الدموية اللي رايحة للأوردة. يبقى احنا كده اشتغلنا على الشرايين، هنشتغل على الأوردة، وبعد كده هنشتغل على الأعصاب. دلوقتي هنشوف الشغل بتاع الأوردة. بيمنع التورم، الجهاز ده دوره ان هو يمنع التورم ويمنع ارتجاع الدم بشكل خاطئ جوه الوريد، و بيعمل برضو على زيادة الدورة الدموية مع الجهاز الدموي. نبدأ نشغل الجهاز ده، بيعمل intermittent compression. هنشوف الجهاز دلوقتي الكومبريشن اللي هيعمله ازاي على الأوردة. ولو هو طبعا هو كل ما بيدلدل رجليه كل ما ايه ما بتورم مني. في حالات كتير ممكن التورم هو اللي يعمل تشقق ويدخلنا في جرح قضم سكري، تمام؟ نخلي بالنا يا جماعة انه طبعا العلاج ده بينفع في حالة التهاب أعصاب طرفية، وبينفع في علاج لو في انسداد جزئي مش كلي، وبينفع لو في جروح. لو وصلنا بقى لمرحلة الانسداد الكلي والجرجرينا دي بيبقى طريقها واحد بقى، لا قدر الله البتر. عشان كده انا كنت شايفة ان هو مرض خطير جدا والناس مش مهتمة بعلاجه، مع ان نسبة كبيرة جدا عندهم سكر، مش بس من الشعب المصري ده، من كل شعوب العالم السكر من الامراض الشائعة.
وما بيهتموش بعلاج التهاب الاعصاب الطرفيه اللي هو ممكن يوصلنا لمصيبه. هو ليه الناس بتخاف؟ انا في وجهه نظري ليه الناس بتخاف من السرطان؟ لانه ممكن يوصلك انك تفقد جزء من جسمك. التهاب الاعصاب الطرفيه لو انت اهملته وما عالجتوش وما عالجتش القدم السكري ممكن يوصلك انك تفقد برضو جزء من جسمك. فعشان كده انا بشوفه مرض مهم جدا، زي ما قلت لكم الامراض اللي انا حبيت اعالجها وركزت فيها جدا وعملت الرساله بتاعتي ليها. هنبدأ بقى الجهاز اللي بعده، الفوتوثيرابي بقى اللي هنشتغل بيه ده. ده هايل كمان، مش بس في التهاب الاعصاب الطرفيه، ده بيعمل على التئام العصب وليه نتيجه هايله كمان لو عندنا جروح. بيعمل على التئام الجروح والماجنتيك ثيرابي، من بيزود الدوره الدمويه اللي رايحه للعصب. ويبقى انا عالجت بيه ان هو زود حاجه اسمها الدوره الدمويه مع الجهاز الاولاني، وزود لي حاجه ثانيه، زود حاجه اسمها الميتوكوندريال اكتيفيتي، نشاط الميتوكوندريا. ده كله بيعمل على اعاده تكوين طبقه الميلين اللي احنا قلنا طبقه الميلين دي غلاف العصب. غلاف العصب زي الغلاف المغطي سلك الكهرباء، ده بدا يحصل فيه تاكل فبيساعدنا ان احنا نرجع تاني. ده الماجنتيك ثيرابي او العلاج بالمجال الكهرومغناطيسي. زي ما احنا شايفين طبعا هو كل حاجة ليها بروجرام معين. نبدأ نشنجره، ثبته زي ما احنا شايفين كده على المريض، ومدة بتتراوح من نص ساعة لساعة على حسب الحالة في أي مرحلة. خلاص كده فيه بنثبته. هنشغل الفوتو سيرابي، يبقى حلو هاتش الفوتو هاتش الفوتو سيرابي. وده من الحاجات اللي بتجيب نتيجة هايلة. جهاز انجليزي نتايجه هايله جدا جدا في علاج التهاب الاعصاب الطرفيه واعاده تكوين طبقه الميلين وتكوين وكمان التئام الجروح. من الحاجات اللي ليها نتيجه هايله في موضوع التئام الجروح. اتمنى تكون في ايديكم حلقه النهارده، تمنياتي ليكم بالشفاء العاجل يا رب.